بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا هتنضف بشرتنا بعمق، غير ان هي كمان هتشد البشره وهتعالج التجاعيد وهتديكي نضاره. يلا بينا نبدا ونشوف وصفتي النهارده مكونه من ايه. اول مكون يا بنات هيكون ترمس مطحون. هتروحي عند العطار تقول له انا عايزه ترمس مطحون. الترمس المطحون حلو جدا للتجاعيد، بيشد البشره، وكمان اهم مميزاته ان هو بينظف البشره بعمق، وكمان مع مداومه استخدام وصفات الترمس بتخفف او بتقلل من ظهور الشعر اللي بيبقى موجود في الوجه. يبقى ناخد كده معلقه من الترمس المطحون. تاني مكون معايا بنات هيكون معلقه من الحليب البودره او الحليب المجفف. هناخد منه معلقه، هو مغذي جدا للبشره وكمان بيفتح ويوحد لون البشره. هضيف عليهم معلقه من العسل. العسل بيدي نعومة وترطيب ولمعان للبشرة، وكمان بيعالج التجاعيد، وفي مضادات للبكتيريا. ناخد كده معلقة من عسل النحل، بس أهم حاجة يا بنات يكون عسل نحل طبيعي. هضيف عليهم ايه بعد كده؟ لو عندك مية ورد ضيفي، او لبن او زبادي اللي هو الياغورت الطبيعي. فانا متوفر عندي النهاردة لبن، فهضيف عليهم معلقة من اللبن، ولو احتجت تاني لبن هضيف علشان انا عايزه قوام كريمي كده للماسك. هقلب كويس جدا ونشوف هضيف لبن ولا لا. خلاص يا بنات انا ضفت حوالي كمان نص معلقه من اللبن علشان احصل على القوام ده. انا مش عايزاه يكون سايب قوي، انا عايزه القوام يكون تقيل شويه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب هنستخدمها ازاي؟ اول حاجه هتشطفي بشرتك كويس جدا بميه دافيه علشان نفتح المسام. هناخد بقى من الماسك ونفرد على وشنا، وممكن نستخدمه كمان لايدينا ونسيبه على البشرة ربع ساعة، هيبدأ ينشف معاكي. بعد كده بقى بحركات دائرية خفيفة جدا تفركيه من على البشرة. الفرك ده بقى يا بنات بيشيل اي جلد ميت، بينظف البشرة بعمق، كمان بيجري الدورة الدموية في بشرتنا. طب وبعد كده على طول بنشطف بشرتنا بمية فاترة، بعدين مية باردة او مكعبات تلج كده نمشيها على البشرة، وعلى طول رطبي بشرتك بعد الوصفة بأي كريم مرطب انتي بتستخدميه. بنستخدمها مرتين في الاسبوع، حلوه جدا. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، هي عملت معاكم ايه في البشره؟ هتديكوا نضاره وهتديكوا تفتيح وهتديكوا شد للبشره. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير والسلام عليكم.